فاز المنتخب الوطني الأول لكرة اليد على نظيره البلجيكي بنتيجة 33-28 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة مالمو بالسويد في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة للدور الرئيسي من بطولة كأس العالم التي تستضيفها السويد وبولندا حتى 29 من يناير الجاري. فرض المنتخب الوطني سيطرته على مجريات اللقاء منذ بداية، فانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 22-15، وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الوطني تقدمه لتنتهي المباراة بفوزه بنتيجة 33-28. وعقب انتهاء المباراة حصل اللاعب سيف الدرع على جائزة رجل المباراة نظرا لأدائه المتميز.